يلا انت ناوي تتعبني معاك ولا ايه؟ ما تقعد صياد. خلاص يا حربي سيبه، انا ما بحبش اتكلم كتير. والله العظيم ما اعرف حاجه. نعيد تاني الكلام. انا ما بحبش اتكلم كتير. والله العظيم ما اعرف. هو انا سالتك عشان تحلفني؟ هترد؟ هتجاوب دلوقتي؟ ها جاوب عليك. طيب عربيتك كانت بتعمل مع العيال دي ايه؟ وانت ايه علاقتك بيهم؟ عربيتي مسروقه بقالها اسبوع، ما اعرفش عنها حاجه. والله ما اعرف عنها حاجه. وانت بتشتغل ايه؟ شغال في السياحه. شغال ايه في السياحه؟ سواق بعربيات. تأكدوا لي من المعلومة، شوفوا إذا كانت مسروقة فعلاً ولا لأ، ولو طلعت مسروقة تعرفوا اتسرقت في أي منطقة، وتجيبوا لي كل اللي ليهم علاقة بسرقة العربيات في المنطقة دي لغاية هنا، والواد ده ما يتحركش، يفضل مرمي لغاية ما تتأكدوا. اسمعوني زين يا رجالة، أنا لما بقيت رب الدار دي عهدت نفسي وعهدت الله إن يبقى عندي ولاء وعد ووفاء للدار دي ولإخواتي وولادي من أهل الدار، والعد يلزم التحري. قولولي ليه؟ عشان الحكم يبقى عادل وصحيح. أو حسن وأمير كانت تهمتهم الأولى إيه؟ إن هم خانوا الأمانة، معرفوش يحافظوا عليه. وأنا عمري ما كان يجي في بالي ولا في بال أي حد إن حسن وأمير يطلعوا خاينين. دي لقيتها في صندوق حسن العطار، سم فران. حسن العطار حط السم في الوكل لإخواته من أهل الدار. اللي قوليلي يا خالتي، هي مين البت اللي أنا شفتها طالعة مع تمانية دي؟ أنا عارفة يا أختي، ما جايب المحروس. هو الواد ده مفكر البيت ده مخور ولا إيه؟ وانتي من إمتى بتوافقي على الكلام ده يحصل في بيتك يا أم يحيى؟ أعمل له إيه؟ هو من ساعة ما ربنا فتحها في وشه ومحدش عارف يكلمه، ومش عارفة اشمعنى البت دي بصراحة. تلاقيه غلط معاها ولا يمكن دخل مزاجه. يا لهوي، هو اليوم باين من أوله، أهو ده اللي باخده منكم. أنا داخلة أنام. مالك؟ تأخر عليكي؟ هو مين ده؟ اللي جايبك هنا يحيى بيه. هو فين يحيى؟ أنا عايزاه ضروري. ده أنت بجحة قوي، ومش عايزاني أقول له حاجة كمان؟ أنا مش عايزة أي حاجة، أنا مش عايزة حاجة غير إني أمشي من هنا. ساعديني أمشي من هنا بس. هو أنت أصلاً كان في حد مسك فيكي؟ ما تمشي. قوليلي، هو بيحبك؟ هو مين ده اللي بيحبني؟ يحيى ده أخويا. بلاش بقى تكدبي عليا وتقعدي تقوليلي أخويا ومش أخويا. لو بيحبك قوليلي. هو خلاص ما بقاش بيرد عليا ولا حتى بيكلمني، بس حرام عليه يجيبك لغاية هنا وأنا أشوفك. ده أنا برضو لحم ودم يا ناس وما استحملش. يحيى أخويا بجد، أنا بنت زين العطار أبو يحيى. بجد والنبي؟ أمال ليه خالتي هناء بتقولي يا بنت اللذينة؟ يا خالتي هناء طول عمرك مرة سوى وأنا عارفاكي. ماشي، وانتي بقى يا بنت العطارين جاية عندنا هنا تعملي ايه؟ معرفش، خطفوني وجابوني هنا. انا مش عارفة اصلا هما جابوني هنا ليه، مش عارفة هما عايزين مني ايه، ومش عارفة هيسيبوني امشي امتى. بقولك ايه، هو انتي ممكن تكلمي اهلي؟ انا ممكن اديكي الفلوس اللي انتي عايزاها، بس كلمي اهلي وقولي لهم ان انا هنا. وحياة امك،
جيتي السكه غلط يا حلوه. انا متخانقه مع يحيى لكن ابيعه لا. اكسكيوز مي، القلق اللي كان تحت خلص خلاص، يلا عشان نرجع المخزن تاني. ايوه يا سيدي، مين قدك بقى النهارده؟ حبيبك خلاص هيقع. هو حبيبي لوحده يا اكرم بيه؟ ده حبيبنا كلنا اللي جاي وجايب معاه الدبوره. ايوه بس يعني ايه اللي يخلي محسن بيه يهتم بعمليه كبيره قوي كده؟ مش عادته يعني، ما انت عارف. وش معلومات مؤكده. عمليه متسلمه ومتقشره. يقول لا ليه؟ ما كان بيقول لا زمان يا جو، ولا ناسي؟ يا معلم احنا في النهارده. نركز في النهارده. وبعدين محسن باشا عارف ان زكريا هو اللي ورا موت متولي. ومعرفش يثبت عليه حاجه. ودي فرصته. يا اكرم محسن باشا مش وحش زي ما انت فاكر. لا، ده كان زيه وزيك زمان. وبعدين كده واضح ان زين العطار باع له الباعه صح. تفتكر ان هاشم الدهبي هو اللي مسلم زكريا؟ انا افتكرت على فكره. في واحد اسمه هاشم كلم محسن بيه وانا قاعد عنده في المكتب. ولما محسن بيه خد باله ان انا خدت بالي من الموبايل خرجني بالطريقه. يعني مصر كلها ما فيهاش غير هاشم الدهبي واحد؟ والله يا جون احساسي بيقول لي ان هو هاشم الدهبي. والله احساسك ده هو اللي ودينا في ده. يلا يا عم، يلا ورانا شغل كتير النهارده، اليوم لسه طويل. ايه يا عيشة عايزة ايه؟ انت ليه عملت فيا كده يا صالح؟ يا بنتي واحنا هنعيده تاني؟ في ايه؟ انت فاضية ولا مراكيش حاجة تعمليها؟ مالك؟ رد عليا يا صالح. ليه ما رضيتش تتجوزني وهملتني ليه؟ عشان مش قد المقام صح؟ صح ولا لا؟ مقام ايه وكلام فارغ ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مالك؟ بقولك ايه يا عيشة؟ اهدي عليا شوية عشان انا فيا اللي مكفيني. ارجوكي. هبقى اكلمك بعدين يا ستي. ما بجيش فيها بعدين. خلصت خلاص يا صالح، خلصت خلاص. تمام يا بنت عمي، سلام. تعالي يا بنتي تعالي، سيبك من اللي انت بتعمليه ده، انا مش ضيفه. ده شاي يا ريهام مش حاجه. مالك يا ناديه في ايه؟ انا حامل. نعم؟ من مين؟ زكريا. زكريا؟ ازاي زكريا متجوز؟ اصل انا ما لقيتش حد غيرك استأمنه على السر ده، بس والنبي ما تقولي لحد. لا دي حاجه ما تتقالش اصلا. انا عارفه بقى. طب وهتعملي ايه طيب لما يبان ان انت حامل؟ لا ما هو زكريا قال لي ان هو هيعلن جوازنا. جوازكم؟ هو انت وزكريا اتجوزتوا؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا عارفه ان زكريا اصلا ما بيخلفش. لا ده العيب طلع من مراته. طب ده انت المفروض تفرحي. افرح؟ ده انا هموت من الرعب. انت في بطنك دلوقتي اهم واحد في عيله العطارين، حفيد زين العطار. ويبقى بقى حظك ونصيبك لو جبتي له الولد. تصدق ان عم حسن يعمل كده يا عم عمر؟ قلت لك الف مره حسن وامير غيرنا. هقول من تاني، حسن ولد زين العطار اني نفسي مطلع السم ده من قطه من الصندوق بتاعه في نفس اليوم اللي نص عيال الدار اتسمموا فيه. والله العظيم ما حصل. البتاعة دي ما كانتش في اوضتي. حاسب على كلامك يا حسن. شوف بتكذب مين. انا مطلع السم ده بنفسي وانا بفتش اوضتك. وكان معايا عمار. عمار جرب. كنت معاي وانا بفتش اوضة حسن ولا لا؟ كنت معاك. قبل ما تقول على اللي شفته احلف الاول. وحق كتاب الله. العلبه دي كانت من صندوق حسن العطار. ها قلت ايه؟ انا هسم اخواتي بعد السنين دي كلها؟ انت بتسالني ولا بتسال نفسك يا حسن؟ ماشي يا عم سبيح، لو فرضنا العلبه دي كانت في اوضه حسن، مين بقى اللي قالك ان اللي فيها ده سم؟ عزيز اللي اتصدم فيك يا حسن. عزيز دوب السم وسقاه لحمامه. الحمامه ماتت وعزيز قافل على نفسه. هو
والله العظيم ما حصل. ما اديتلكش حق الكلام يا حسن. الحكايه باينه، لو عندك حاجه قولها، ما عندك شيء ما تتكلمش. انا بكلم اخواتي اللي في الدار، اخواتي اللي عارفيني كويس، ومش بكلم اي حد تاني غيرهم. انا عندي كلام كتير ممكن اقوله، بس عارف انه ملوش اي لازمه. عارفين ليه؟ عشان الحكم مش في ايديكم، بس انتوا تصدقوا ان انا ممكن اذيكم؟ ولو فعلا صدقتوا يبقى هو ده العقاب، والموت هيبقى ارحم كتير. ساعتها حتى الموت مش هيبقى ليه اي لازمه. ساعتها احس ان عمري كله كان مجرد حلم، حلم واتقلب لكابوس. ولو مش مصدقين دوروا على مين هنا وسطنا عايز يأذينا، وشايف ان ارواح اخواتنا حاجه تافهه بالنسبه له، قصاد ان هو ممكن يأذينا انا شخصيا. خلاص يا حسن خلص الكلام ده. بدال يا راجل ما تعترف بالخيانه، لا بتزود عليها الكذب كمان وبتشكك في اخواتك. دلوقت مالكش كلام عندي، الحكم هيكون حالا دلوقت. انا شفت ان حسن هو الابن الفاسد اللي بيهد في البيت الطاهر اللي بناها ابوها الله يرحمه. حسن هو قبيل اللي بيقتل اخواته. حسن هو الشيطان اللي بيجسد نفسه في صورة حلوة عشان يبان بيها قدامكم، وعلشان يكده الحكم على حسن لازم يكون قاسي.